كابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد في النادي الأهلي وأحد نجومه على مر العصور، يعني عشان نتكلم عن مباراة مهمة جدا بكرة لازم يبقى معانا كابتن أو دكتور ياسر لبيب عشان يناقشنا في مباراة لها أهمية خاصة جدا. كابتن ياسر، السلام عليكم. إزاي حضرتك كابتن؟ طمنا عليك. والله بخير الحمد لله، كله تمام. إحنا مطمنين على هاند بول النادي الأهلي بوجود حضرتك رئيس لجهاز كرة اليد بالنادي الأهلي، يعني ربنا يخليك. طيب شايف تبقى كويس يعني بإذن الله يا رب. قول لي بقى مباراة بكرة شايفينها إزاي وإحنا متصدرين الحمد لله الدوري، وطبعا هي المباراة الأقوى في الدوري مباراة الأهلي والزمالك. بص طبعا دايما مباراة الأهلي والزمالك بيبقى لها طبع خاص. طبعا إحنا إعدادنا زي ما إحنا مستمرين في البرنامج الإعداد بتاعنا، زي ما بنستعد لكل مباراة. النهاردة الفرقة خلصت التمرين والفيديو ومفروض طلعوا على الفندق معسكر لمباراة بكرة إن شاء الله. طيب بس ربنا ييسر إن شاء الله، يعني كل الولاد كلهم يعني طبعا مركزين، ومهمة جدا مباراة بكرة إن إحنا يعني نفضل متصدرين او على قائمه الصداره بتاعت كره اليد اللي احنا بقالنا فيها سنتين، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونكمل المسيره زي ما احنا ماشيين يعني. طيب مستر ديفيد ديفيز دايما ليه استعدادات خاصه في ماتش الزمالك تحديدا، المباراه دي كمان احنا لسه قدامنا شويه في الدوري واحنا متصدرين وعايزين نحافظ على تصدرنا، وهي ليها طابع خاص عند الجهاز الفني واللاعبين. شايف التهيئه النفسيه لمستر ديفيد ديفيز هتكون ازاي للمباراه دي؟ بص احنا المباراه، احنا طبعا مباراه الزمالك وهو كمنافس تقليدي زائد ان الزمالك بيدعم صفوفه وفي جهاز جديد او مدير فني جديد مجدي بن مد، طبعا يعني مدرب على مستوى عالي، فبالتالي كل الحاجات كل العناصر دي لازم نكون حاطينها في الحسبان، ان العمليه النفسيه مهمه في المباراه دي. احنا كفريق احنا عايزين نفضل مسيطرين على تصدرنا للدوري والكرة اليد اللي احنا سنتين متزعمين، السنه فاتت الدوري وكاس، والسنه دي احنا متقدمين لحد الان في الدوري باربع نقط المفروض. فبالتالي احنا عايزين نفضل فارضين سيطرتنا على كرة اليد بالذات في الرجال. يعني الحمد لله في السيدات ماشيين كويس وفي المراحل الثانيه برضه نفس الكلام، لكن الرجال طبعا بيبقى ليها طابع خاص واللي هي بيبقى عليها السبوت كله، يمكن عشان المنافسه كمان بيننا وبين الزمالك في فتره كبيره جدا. انا شايف ان كانت المنافسه النفسيه كمان بيننا وبين الزمالك دايما كان بيبقى الاهلي فنيا قريب جدا، ودايما لما كان بيحصل قبل السنتين اللي فاتوا يعني خساره كانت بتبقى في اخر ثواني في الماتش دايما. يمكن مستر ديفيد ديفيز انا شايف ان هو عالج الحته النفسيه بتاعتنا ان احنا نقدر نوصل بنفسنا لاخر الماتش متصدرين، او نقدر نعوض كمان كنا ساعات بنبقى في حكره التعويض في الماتش وهو شغال، دي بتبقى تقيله شويه علينا، ولا راي حضرتك يا كابتن؟ طبعا دي احد المميزات ان انت بتبقى على مدار المباراه بيبقى في ثبات في المستوى، ولما بيحصل دروب في بعض اللحظات بترجع بسرعه، ما بيستمرش لفترات طويله. الموضوع السيستم والنظام اللي حطه ديفيز ده بيديك افضليه شويه في عمليه النوع الاستقرار داخل الملعب او داخل المباراه. يمكن الكلام ده مش متوفر في فرق كتير، لكن احنا الحمد لله عشان السيستم اللي ماشي بيه والنظام اللي احنا بقالنا سنتين دلوقتي شغالين عليه، فده كل فتره بتلاقي فيه تطور في مستوى اللعيبه، ونزل كمان بمعدل اعمار اللعيبه، ده برضو عامل فرق كبير ان هو نزل بمعدل الاعمار مهم. وما ننساش كمان رجوع حميد واللعيبه اللي لسه كنت هسال حضرتك، رجوع حميد من الحاجات اللي لها تاثير كبير جدا، حارس مرمى فعلا يعني عظيم طبعًا جدا. طبعا كل واحد في الفرقه عندنا ليه اهميه، وخاصه حميد ان هو كان السنه اللي فاتت في الفتره اللي اصيب فيها هي كانت الفتره اللي كان واصل فيها لاعلى مستوى ليه، دي حقيقه. فالحمد لله يعني احنا كمان اطمننا عليه في مباراه الجيش كان عامل مستوى كويس، فان شاء الله هو ومحمد ابراهيم وعبد الحميد طه الاثنين يعني الثلاثه ان شاء الله يكونوا جاهزين للمباراه ان شاء الله. رسالتك للعيبه بكره وللجهاز الفني في مباراه كبيره زي دي، رسالتك ليهم هتكون ايه؟ ورسالتك لجمهور النادي الاهلي بكره كمان في دعمه للعيبه. طبعا يعني اوجه رسالتي طبعا للجماهير اولا لدعم اللعيبه، ده شيء اساسي.
ان هم تكونوا دايما ورا فرقتنا بشكل ايجابي. اما بالنسبه للفريق طبعا بقول لهم اللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانية. طبعا يعني خلاص المرحله اللي فاتت دي خلاص ماضي والحمد لله احنا نجحنا فيه، لكن اللي جاي هو المستقبل اللي احنا محتاجين ان احنا نثبت اقدامنا فيه باذن الله. ان شاء الله كابتن ياسر ربيب رئيس الجهاز كره اليد بالنادي الاهلي، كل الشكر ليك لتواجدك معانا النهارده وكل التوفيق لفريق كره اليد غدا في مباراه مهمه جدا ضد فريق الزمالك.